شاء الله لنا مبروك. اكيد 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 ان شاء الله. اكيد هم مصريين. انا حابب اقول مش حاجه ثانيه. حابب اقول كلمتين مهمين جدا. الفريق كامل وزير اضاف وسيضيف ودائما بيضيف. الحمد لله. نقطه بتجامل ابدا. خلينا نقول هي صراحه بصراحة قولا واحدا هو يعني تحسن ملموس في جميع وسائل النقل. انا عن نفسي جاي من المنصورة حسيت بيه، راجع تفتيش في سوهاج حسيت بيه، راح العاصمة الإدارية حسيت بيه، بس ليا من ابن صغير لوالده الكبير تحت امرك بعض النقاط اتمنى ان معالي الوزير يتسع صدره ليها. وانا الاستاذ احمد سالني سؤال واحنا في المحطه عدلي منصور. تمام. انا قلت له انا لقيت نقد امبارح من بعض الساده النواب في مجلس النواب. نعم يا فندم. قال لي زعلت؟ قلت لك ايه؟ قلت له أبداً. ابدا. ليه؟ لان انت بتضيف لي. تمام. الكمال لله وحده. نعم. لو انا ناسي حاجه وانت قلتها لي انا هبقى سعيد جدا بيها. تمام. تمام. عشان اعملها لان انا جاي اخدمك. عايز اشكرك. اولا معالي الوزير احنا حابين نتكلم او نخرج عن الحلول التقليديه البسيطه خالص. كويس. ونفكر بفكر خارجي او خارج الصندوق زي ما بيقولوا. انا احد المهتمين بمجال التسويق، حابب اقول لمعالي الوزير بعض الاضافات البسيطه خالص. هايل. على جميع وسائل النقل. بس لو قلت لك قديمه ما تزعلش. كمل. اوكي ماشي ما فيش مشكله. اعرف طيب نسمعه. انا عارف. اولا عشان ما يخافش بس. لا 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 اخويا وابني. لا 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 ابدا. انا على فكره وبالمناسبه يعني هو ما طلعش صعيدي بلدياتك، طلع منصوره بلدياتك. انت كان نفسك تجيب واحد صعيدي من سوهاج عشان يقول مشاكل ويشتكي عشان نحل مشاكل السوهاجيه، ولكن نحل مشاكل مصر. معالي الوزير، معالي الوزير حابب اقول مثلا انا حابب اخرج من الافكار البسيطه التقليديه لافكار حديثه، يعني شاب بيحاول يطرح على احد المسؤولين الكبار، احد المسؤولين العمالقه الكبار، قولا واحدا بعض الافكار البسيطه اللي نقدر نضيف بها موارد على الدخل الاساسي. اولها وان كنا بنقول لحضرتك ايه؟ ان احنا لن نعتمد على التذكره فقط في التمويل، عشان ما اقدرش اعتمد على التذكره بس، والا كانت التذكره هتبقى بدل 10 20 و 30. انا اتمنى ان نالت قبول من معالي الوزير، اتمنى ان اكون مشارك او احد الافراد المشاركه في التنفيذ. كويس. نبدا بواحد. اولا التذكره، انا معايا تذكره دلوقتي القطار قديمه. طب اكمل يا معلم؟ لا ما انا هقول لك هتقول لي اعمل اعلان على ظهرها. طب اكمل. طب لو قلت حضرتك ان انا معايا اوكي شركات تقدر تنفذ حاجه زي كده، طب ايه رايك ان احنا ده مش هساعدك، مش بكره، ده امبارح. انت عارف ان احنا طرحنا الكلام ده. تمام. طرحنا الكلام ده وما جالناش ولا شركه رفضت طلبت تاخد. تمام. فلوس او تدفع فلوس. طيب من ليه بس يا معالي الوزير؟ لا لا في حلقه انت حضرتك قلت قدام الاستاذ احمد. اتفضل معالي الوزير. انت هتجيب شركه وعندك شركه هتعمل اعلان على ظهر التذاكر. تمام. وتدفع لنا فلوس. تمام. لو رجعت في كلامك هتضحك في مصر كلها. لا لان الكلام ده من يوم ما اتعينت في 2019. تمام. وانا سعيد فيه، سعيد فيه. لا يا فندم على فكره عاوزين نسمع، مش شطاره مني ولا جدعانه مني، لا ده انا عشان بسمع من الناس كلها. تمام. بحاول انفذ وحاولت انفذ. طب التذكره دي بتترمى حق زي بيقولوا، اذا بتترمى بتروح الزباله؟ لا ما بتترماش، بتقعد تدورها. ايوه بتقعد تدورها، بتقعد تدورها، بتخش صناعه الكرتون وكل. تمام. حاجه. تمام. ولكن لو انت جبت لي شركه تعلن وتديني بس ثمن، تديني قرش ساغ، ايه رايك بقى قدام الناس كلها؟ تمام. تديني قرش ساغ على كل تذكره انا موافق وهساعدك وهطلع اشكرك عند الاستاذ احمد موسى. دي واحد. طب نقول كمان حاجه بس، اوعى ترجع في كلامك ابدا معالي الوزير. طيب. احنا هنسعى واتمنى لحضرتك تكون ساعد ليا ومساند ليا. لا انت قلت مش هتسعى، انت قلت انت عندك. اوكي ماشي. طب صبرا جميلا بس معالي الوزير، انا بتمنى بس لحضرتك تكون داعم ليا. ادا واحد. احد الشباب اصحاب الفئه ادا واحد اللي بتقدمها بيها لمعاليك. ادا واحد. تكون داعم ليا معالي الوزير. ادا واحد. اثنين، بالنسبه للفرق الرياضيه مثلا معالي الوزير. ايوه. اتمنى ان يكون لينا مجموعه من التخفيضات، خاصه ان احنا اليومين دولت بنسعى لاستخدام المدينه الرياضيه قديمه. طيب انا قلت لك كل حاجه هتقولها يا شاب يا مصري، مش انت. تمام. يا شاب يا مصري فكرنا فيها.